احد اللقاءات الاذاعيه على لسانك انت إيه؟ قلت ان انا محارب من المخرجين. صحيح. من اللي قاعد يحاربك؟ لا ما ابي اذكر اسماء فيصل. فيصل فيصل انا شوف انا ما احب اثير مشاكل، ما احب اذكر اسماء. هذا حقك. اي بس ما احب اذكر اسماء، هم يعرفون نفسهم. نعم. صدقني اللي قاعد اشوف البرنامج نعم. او اللي شاف لقاءات من هم يعرفون نفسهم. مع اني والله ما ايب احد ولا لي علاقه باحد، وهذا ربع الفنانين. شوف ها خايف منهم؟ انا ما اخاف الا من ربي يا رجل. خلاص قول. اخاف منهم؟ خايف. لا انا لان اليوم لا فيصل 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 اوضح نقطه بس. انت اليوم الوسط اللي عراسه بطحه يتحسس عليه فيصل. انا اوضح لك نقطه بس جوهريه. قولي. اليوم الوسط الفني كما هو معلوم ان اليوم يقول لك ساعات انا ما ابي اتكلم، سواء كان مخرج ولا فنان ولا مؤلف ايا كان، يقول لك لو تكلمت على فلان راح يزعل علي، ما راح اشتغل. لا اروح اقول كلمه على فلان هم بعد ما راح اشتغل. فيصل هل انت من هالنوعيه ولا انا مدير الزعبي فارض نفسي؟ شلون ما اروح؟ انا مدير الزعبي فارض نفسي موجود ليش ارد عليهم؟ بالضبط انا قاعد اشتغل. بس انا اشوف انا عملي قاعد يقول ها انا ذا انا موجود. ما احب يعني ما احب اطلع اتكلم. يعني انت توك قاعد تقول علاقتك طيبه مع الناس كلها والناس تحبك. فيصل انا ما احب القيل والقال. والله اذا قعدت بمكان ويتحشون على فلان اقوم، او اذا قالوا ها من ايش رايك اقول لهم ما اعرف ما اعرفه، احاول اتهرب لانه ما احب القيل والقال. او قالوا يوصلون كلام على لساني انا مو قاله، وهذا فانا لا. اللي قاعدين يحاربوني هم يعرفون نفسهم. ليش يحاربونك؟ مو هذا السؤال اللي ليش؟ اللي اللي, اللي, اللي يمكن ان النجاح اللي قاعد يحققه منير الزعبي باعمال الحمد لله رب العالمين. لله. ان كان في رمضان وخارج رمضان. نعم. يعني انا قاعد كل سنه اقدم اعمال من 2013 للحين، اعمال خارج رمضان قاعد تلاقي نجاح رمضان واكثر، وبالاضافه لاعمال رمضان انه موسمي ورمضان، فالحمد لله قاعد تلاقي. فهم يمكن يعني هو يا جماعه توفيق من رب العالمين، خليك متصالح بينك وبين نفسك صدقني تنجح. اما لما انت تطلع على غيرك وتحسده وتبتدي، خلي في منافسه شريفه بيننا. ما عندي اي مشكله والله، ودائما اقول الله يوفق الجميع لكل يتعب، والله لا يضيع تعب احد، بس لا نتطلع على بعض بعين الحسد. هذه صعبه، وهذا شوف والله ما يطق بعصا يا فيصل. وينهم؟ انا شوف شو قاعد اقول، انا قاعد اقول وينكم؟ انتوا اللي كنتوا وينكم؟ هذا هو موسمين عدوا وينكم؟ طب هذا طب تصافوا بينكم نفسه، صدقني ربك بيوفقك. اما اذا تميت انت عينك ضيقه على رزقه فلان، في ينتج بالخليج 10 15 عمل، هل منير الزعبي يخرجهم كلهم؟ يا اخي انا يمكن بيحوشني هالعملين، واحد برمضان واحد رمضان، الباقي روح لكل مجتهد النصيب. اجتهد اتعب اشتغل، لا تطلع رزقه غيرك، طلع قدامك شوف انا شنو بقدم، وخلي الشاشه يتكلم عنك. يعني خلي الجمهور الشاشه يعني قدم شيء اللي انت تقول هذا انا. طيب